عليك تكون عصبي. ما بصير تكون عصبي بتاعني. طب يلا دورة عشو دوري السيارة. شو يا الله حبيبتي الله يخليك. والله اشتغلت المسجلة. انزلي ارقصي يلا يلا انزلي انزلي وقفي الفيديو تبعك كمان يلا. مرحبا كيفكم؟ شو عم نعمل؟ بدي اتعلم سواقة. مو أول مرة بتسوق؟ لا بس مو أول مرة بسوق، بس كنت عم بسوق سيارتنا كثير كانت صعبة. اوكي، كانت عم تسوق فيتيس، هلا رح تسوق اوتوماتيك. فلنشوف، خلوكم معنا لنشوف شو الله بده ييسر لنا. بدي ابهركم. هلا أنا قلت لها المفروض إنها تسوق منيح، بس ما بعرف. تفضلي. رجعي كريستيك، ليش ملزقة بالدركسيون؟ خذي راحتك. يلا. تمام هيك؟ تمام. عم يتمهلك، خذي وقتي. شو بك؟ عشو عم تدورة؟ بدي شوف وين بدي احط اجري. اجري على الفريم واجري على البنزين. لازم تحسي باجريك، ما في داعي تطلعي لتحت. بس في الدعاسة الثالثة ما عم لاقيها، هاي اللي بنحط اجرنا عليها الثالثة. دبرياج ما في دبرياج، هاي اوتوماتيك. لساتنا عم نحكي انه رح تسوي اوتوماتيك. ما تحسسني غبيه لو سمحت. لا ماني غبيه. تفضلي. يعني ما في فريمات؟ ما في دبرياج. اوكي ما في دبرياج، مو ما في فريم. وكيف بدي انتقل من اجر لاجر؟ كيف بدي اعمل احاول ركز الاجر؟ اجر وحده، اجرك الثاني انسيها قطعيها، ما عندك اجر ثاني. وين بدي احطها؟ هون بدنا. يا الله انسي انه في محل هيك على اليسار على الاخر بتمدي فيه اجرك، هاي ما لها استعمال. ما بتستعمليها. تمام. يلا تمام. وين الفرامل بيكونوا؟ الفريمات يعني وين بيكونوا؟ فريم بالنص. تمام. يعني على اليسار. اوكي من جهه الاجر اللي قطعناها. تمام. انت قلت لي ما في غير اثنين، كيف بالنص يعني؟ لذا حركي اجرك انت عم تحكي معي. اوكي في اثنين. في اثنين من جهتك انت الفريم، من جهتي انا البنزين. كانك عم تسوقي سياره عاديه مثل لما سقتي سيارتنا، بس ما في دبرياج. اوكي اوتوماتيك. اوكي بحط اجر على البنزين واجر على اجر وحده بتحطيها على الفريم. لما بدك تمشي بتنقليها على البنزين. انت كثير صاير انت عم تغابي على الكاميرا ولا عن جد هيك عم تحكي معي؟ لا بس انت صاير كثير عم تعصب علي، وانا اول مره بسوق اوتوماتيك. طب يلا دوره عشو دوري السيارة. شو يا الله. لا هيك انا بدي ازعل، عم تحسسني كثير غبية. دوري السيارة ليزا، دوري السيارة. هذا هو الفيتيس؟ هذا الفيتيس بس عم في دي. شو بك؟ ليش هيك عروق وشك هيك طلعت من محلها؟ شو بك؟ ما بعرف، حاسك عم تهبدي علي، مو معقولة سواقتي. طب يلا دوري مشي اعملي اي شيء. نحن بارك ما في حدا ليزا، فيك تسوق. يلا ضبط وشك وقال لي هاي شو اسمه وينه شو ما في دبرياج. لا هيك كنت عم بمزح، بعرف المتخلف يا متخلف. فين الفيتيس؟ فين الفيتيس؟ خيرتك سالتيني على الدبرياج والله. وين الفيتيس؟ طب يلا دوري هذا الفيتيس. اوكي على شو علمتني؟ بتحطي اول وثاني وثالث. شو بك؟ اول اوتوماتيك ليزا، في دي بتحطي على الدي، ما في اول، خلص على الدي هي اول ثاني ثالث عاشر لحالها تصطفل السياره لحالها. يعني هلا حط على الدي؟ دوري اول شيء. شو بدي دوري؟ عمري اللي راح يضيع له. أنا معلمك السواق، دوري السيارة. طيب ماشي، حاج تعصب. ما عم عصب، دوري السيارة. ما تطلعي لتحت. طيب بدي أشوف إشي وين لازم. ليزا خلص بنروح على مدرسة، أنا ما فيني أعلمك حياتي. ما ممنوع تطلعي لتحت. أنت ما فيك تعصب. إجريك شيليها هيك، قطعيها انسيها، ما تطلعي. أنا عم بحكي ما بقى تطلعي لتحت. دورة. ورحت لك على شو خلص فهمت؟ اجريك على الفريم انت وعم تدوري، اجري اليمين مو اليسار.
ايه اليمين اجر اللي بتكتبي فيها هون. ليش انت بتكتبي باجري؟ الفرام. وين الفرام؟ وين الفرام عماد؟ شو بك؟ يعني يا رح تبكي يا رح نتقاتل، وحده منهم. خلص انا بطلت، ما عاد بدي اتعلم. حط اجريك على الفريم. على الفريم، على راسي، على الفريم. ايه الفريم. ايه صح. برافو. دوره. ما مسترجي. شو بك؟ زمري زمرة. خلص درس اليوم. يعطيكم العافية، إن شاء الله بنرجع بنشوف. لا على فكرة أنت أسوأ شخص بيعلم سواقة، ما بتعرف تعلم. طيب حبيبي شو بتعصب علي أنت؟ ما بيصير. طب ماشي دورة. دورت. يلا مشي. حط أول. انزلي ليزا. انزلي ليزا. وأنت قلت لي علم أول وثاني وثالث، أنت علمتني عليها. اليوم علمناها تزمر. وان شاء الله بفيديو جاي راح اعلمك كيف تعطي اشاره على اليمين، كيف تعطي اشاره على اليسار. انت ما بتعرف تعلم امانه. بيعرف يعلم؟ والله ما بيعرف يعلم. طيب ما يصير واحد هيك يكون عصبي. ما بصير تكون عصبي بتعلم السواقه. خلص بوعدك علمك، بس مو اليوم. خلص اليوم صورنا فيديو حلو. انا بتوقع هذا الفيديو، انا نفسيتي تعبانه من الدبرياج تبعي. بتوقع انا انه هذا الفيديو، هذا الفيديو بيمثل كل واحد اول مره بيحاول يعلم وحده السواقه. بعرف انك كنت عم تهدليها، وبعرف انك بتسوقي منيح. برافو عليك. كان اليوم كثير زمرتي، كثير منيح، كثير زمرتي زمور. انا بحياتي ما سمعت هيك زمور. حاسه مسخره علي. ما انت صاير كثير نفسي. عفوا حرام احلف على زمور، كان حلفت. انت صاير كثير نفسي وانا ما عاد اطلع معك بالسوق. طيب جربي امشي فيها. لا ما عاد بدي امشي، خلاص انا بدي انزل. امسكها، جربي مره ثانيه. اوكي هاي دورت السياره. هلا هيك دورتيها. عمري قلت لك كهرباء ما لها صوت، بس لازم يطلع اضوية على الشاشه لما تدوريها. حبيبتي الله يخليك. والله اشتغلت المسجله، والله اشتغلت. اشتغلت المسجله. انزلي ارقصي يلا. يلا انزلي انزلي. وقفي الفيديو تبعك كمان. يلا. ليش هيك؟ ولا غلاظة. تركني وراح. أمانة وحياة الله احكوا أنتم كيف كان طيب؟ والله العظيم كثير شاطرة كنت، أمانة مو شاطرة. يلا يلا حياتي، يلا شاطرة كثير. زين اطلعي حد يلا. ما بدي. ما عاد اطلع حدك اصلا. انا روح لحالك انت سوق. شو غليظ، انا ما عاد اتعلم معه سواقه. ما بيعرف يعلم سواقه، هلكني. كثير صاير عصبي زوجي. يلا باي، بشوفكم بحلقه الجاي.